سنابل، طاقة الاسم رقم 8، طبعه هوائي. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة العنكبوت. أنت فتاة طموحة، ذكية، متحفظة، تعشقين السفر والرحلات، صبورة، وتتحملين الأعمال الشاقة لساعات طويلة، طيبة القلب، حساسة، ذات نية صافية، تعانين أحياناً من العصبية والتوتر، متقلبة المزاج، تحملين العناصر الأربعة في اسمك، مما يجعل لديك القدرة على مواجهة الظروف الصعبة وتحملها والتغلب عليها بإذن الله. تتوفقين في تحقيق العديد من الطموحات، لكنك تتحملين عدة مسؤوليات صعبة، وتتعرضين لبعض العكوسات والنحوسات في حياتك العملية. أنت إنسانة مثابرة ومجتهدة، ولا تعتمدين على الحظ في تحقيق أهدافك، بل على سعيك وجدك واجتهادك، وتضحين بالكثير من أجل الوصول إلى مبتغاك. قد تواجهين أزمة عاطفية أو نكسة صحية، فعليك الانتباه إلى صحتك. تملكين حرف المال في اسمك، لكنك شديدة الإسراف والتبذير. داومي على كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.